صلى الله عليه وعلى اله وسلم. مين اهل الكتاب؟ امه محمد، اهل البيت. لا تقول لي بنحب اهل البيت، اشدك من الكذب ده كله. لا ذكرهم لا جوه ولا بره، بس احيانا مره او اتنين وجدت ذكر الامام جعفر الصادق بس عليه السلام. خدتوا بالكم يا مشايخ؟ هذا هو. لكن ما ذكرش، لم يذكر اسناده الى فقه ال البيت او الى فقيه واحد من فقهاء ال البيت، ما ذكرش. ومحال ان يخلو العصر لا سيما في ذلك الوقت من جماعه من مبتهدي ال البيت. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يأمرنا بالتمسك بالعدم، التمسك بالإيه؟ بالعدم. فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي، أهل بيت وأهل بيتي، ولن يتفرق حتى يرد عليها. وقال: أهل بيتي مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غارق، حديث حسن إلى آخر هذا الشأن. فلم يذكر إسناده إلى إيه؟ إلى الإمام أبي حنيفة ولا إلى آل البيت الذين هم أهم من أبي حنيفة ونفس أبي حنيفة. وهذا إسناده لآل البيت لم يذكره. إيه السبب الذي لم يذكره؟ لماذا لم يذكره؟ ليه السبب إيه؟ ها؟ السبب يا مشايخ أن السبب في عدم ذكر الترمذي إسناده لأئمة آل البيت من الفقهاء المستقلين، وهم كثيرون، وهم إيه؟ كثيرون. السبب هو سبب سياسي، ذلك أن آل البيت عليهم سلام الله من بعد صفين لعنوا على المنابر وسبوا وأبعدوا وقتلوا وقتلت شيعتهم وتفرقوا هنا وهناك، ومع ذلك كان لهم فقه ورواه عنهم كثيرون. ومع ذلك كان لهم فقه عن بيت ليس عليه ابن ابي طالب فقط، ده كثير، عمت قال بيت كثير وذريه عظيمه. كان لهم ايه يا مشايخ؟ فقه وتلاميذ رواة فقه، ولكن أهملت، شوفوا الجريمة جت من بقى، أهملت الرواية عنهم في ذلك العصر، فانقطع الإسناد إليهم من ذلك العصر إلى وقتنا هذا. لحصل أشهد أن لا إله إلا الله. لحصل مثلا زيد بن علي، الإمام الباقر، جعفر الصادق، محمد النفس الزكي، كان أعلم أهل بيته في وقته. ليه؟ إن الأمة، الهاشميين كلهم الأمة ها بيعته. إمام المسلمين إذا سقطت الدولة الأموية هو اللي يكون إمام. محمد النفس الزكي إمام عظيم من كبار وأعظم، اللي هو محمد النفس الزكي بن عبد الله الكامل بن الحسن المسنى بن الحسن الصبت عليهم سلام الله. أئمة آل كثيرون، وإخوان أخوه إدريس وابراهيم وموسى الجون اللي هو جد الاشراف القتاديين اللي هم حكام مكه، قبل ذلك كانوا زيديه. حصل ان مثلا النفس الزكي له تلاميذ ورووا فقهه وهم كثيرون، مثلا الامام محمد بن محمد العلوي له كتاب، من روى عن زيد بن علي من التابعين جزء مخصوص كانوا من حفاظ الحديث اللي هو صاحب كتاب الجامع الكافي، من روى عن علي من التابعين جزء مخصوص، الامام الصادق روى عنه عشرات وعشرات، الباقر روى عنه عشرات وعشرات، ولكن اهملت هذه الروايه وراحت طريق ثاني سكه ثانيه، فاهل السنه اهملوه فضاعت، فايه؟ او كادت ان تضيع، او كادت ان تضيع. عرفتوا يا مشايخ؟
الترمذي يقول لا لا ابعدنا عنهم. ليه؟ لان لو ذكر الصادق ومحمد النفس الزكيه وزيد بن علي وموسى بن جعفر ويحيى بن الحسين الفخي وذكر احمد بن عيسى بن زيد ويحيى بن زيد ويحيى بن الحسين الهادي والقاسم الرصي والامام العظيم الناصر الاطروشي هيشيلوا راسه. هيشيلوا ايه؟ راسه. فقال لك يا عم خليك سالم بعيد عن الدوله ده، لا سيما ان هو راجل ايه؟ اعجمي، ترمذي اعجمي، قال لك ضريبه قوي ان انا اعمل كتاب. فهمت يا مشايخ؟ زي انت في الوقت ده ان عملت كتاب ها؟ اتحاف الاكابر لمناقب الامام الباقر. عملت كتاب سميته ايه؟ اتحاف الاكابر لمناقب الامام الباقر. واحد تاني عمل كتاب قال لك ايه؟ فتح المنان في مناقب معاويه بن ابي سفيان. ايه ماذا سيحدث؟ اللي عمل اتحاف الاكابر هيقولوا عليه انه شيعي رافض. والتاني فتح المنان في مناقب معاويه بن ابي سفيان هيقولوا عليه ايه؟ سني. امام من ائمه الايه؟ السنه، لانه بيدافع عن الايه؟ على الصحابه. اما التاني رافض. توارثنا هذه المفاهيم الخاطئه منذ قرون متطاوله. منذ قرون متطاوله. لذلك كانت الجريمه الشنعاء التي لم نستطع ان نفر منها هي خلو كتب اهل السنه من روايات آل البيت ومن فقه آل البيت. ممكن واحد راجل يقول لك لا ده فيها فقه آل البيت، يقصد ايه؟ علي بن ابي طالب. وعلي بن ابي طالب امام آل البيت، لكن ليس آل البيت، ائمة كثيرون مجتهدون ومجتهدون كثيرون مستقلون واطباق علوم الارض، ولكن ما فيش. حتى ان احنا ما نعرفهمش، احنا ايه؟ ما نعرفهمش ولا نعرف كتبهم ولا اي شيء. عرفتوا يا مشايخ؟ هذا هو.